أشكر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها قطاع غزة. الفزعة والجود والكرم، نفتخر بهالصفات اللي تربينا عليها في البيت وفي مدرسة زايد الخير. ومن بداية أزمة غزة ولين الحين ما تخلينا عن فزعتنا لهالي غزة، كنا ولازلنا مثل قطرة غيث تنبت أمل في قلوبهم. نستقبل اليوم الدفع العاشر من أطفال غزة الجرحى والمصابين بالسرطان لنكرمهم في دار زايد الخير بين أهلهم وأخوانهم، ولتقديم الرعاية الصحية لهم في مستشفيات الدولة. وصلنا الإمارات بالسلامة، وما زال مشوار الأمل ومشوار الجود والكرم مستمر. أهلنا من غزة في دارهم ويستاهلون كل خير. أشكر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها قطاع غزة بجميع الأشكال ومن جميع الجهات. تكفون يا شعب الإمارات تكفون، أقروا الفلق على تطور بلادكم، بلادكم جنة وللعالم عيون، ما أمركم زاير إلا وحستكم، سلامتكم. كل التقدير والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لقطاع غزة. مثل هالمبادرات مش غريبة على دولة الإمارات، شكرا دولة الإمارات. أحب أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على المبادرة الإنسانية اللي قدمتها لنا، وجزاكم الله ألف خير.